وإلى الولايات المتحدة، حيث يواصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تشكيل فريق إدارته، إذ أعلن عن تعيين 9 مسؤولين لتولي مناصب بارزة في إدارته ممن عملوا سابقا معه أو شاركوا في حملته الانتخابية. في المقابل، لا تزال بعض القيادات الجمهورية الموالية لترامب تمارس ضغوطا على سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرجر في محاولة منهم لقلب خسارة ترامب في الولاية، وذلك حسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست. وفي ذات السياق، أعلن ترامب في تغريدة على تويتر أن شركة دومينيون قامت بإدارة انتخابات مزورة، وذكر في تغريدة أخرى أن إعادة الفرز الوهمية الجارية في ولاية جورجيا لا تعني شيئا، لأنهم لا يسمحون بالنظر في التوقعات والتحقق منها حسب تعبيره. وعبر سكايب أرحب بضيفنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي توفيق طعمه. أستاذ توفيق، أهلا وسهلا فيك معنا. وبالنسبة لك، هذه المساعي التي يقوم بها جو بايدن في مسألة تشكيل فريق البيت الأبيض، كيف تبدو لك حتى اللحظة في ظل ضغوط إنجاز القول يمارسها دونالد ترامب؟ نعم، مساء الخير لك أخي الأستاذ يحيى وللمشاهدين الكرام. أهلا فيك. طبعا يعني إدارة بايدن أو أنه فريق بايدن في هذه الفترة يقوم الآن بتحضير نفسه والتحضير للإدارة القادمة. الآن هناك الكثير من المستشارين الذين تم تعيينهم في مراتب معينة، هناك أيضا الكثير من الموظفين الذين سوف يتم تعيينهم في المستقبل. أيضا هناك طبعا ترامب طبعا بايدن الآن هو محروم، أو أنه لا يحصل على الإحاطة اليومية السرية التي تقدم من المخابرات الأمريكية أو من المؤسسة الأمنية التي تقدم يوميا إلى ترامب. طبعا هذا الآن، حتى الآن هذه الإحاطة لا يحصل عليها بايدن، فأيضا هذا نوع من العراقيل الذي يضعها ترامب أمام بايدن في تشكيل الفريق أو تشكيل الحكومة القادمة. أيضا هناك ترامب منع فريق بايدن من الدخول إلى البيت الأبيض للاجتماع مع فريق بايدن، مع فريق ترامب للتحضير لنقل السلطة. فهناك الكثير، فهو يحاول، هو الآن يحاول يعني على عدة جهات للبدء في المرحلة القادمة. طيب، جو بايدن في ظل مسألة الحديث عن إعاقة دونالد ترامب الطريق أمام جو بايدن، بايدن كان متخوف من خطر تسجيل وفيات جديدة جراء فيروس كورونا، هل من تداعيات ممكنة بعيدة عن الصعيد السياسي لعدم التنسيق بين إدارة ترامب وفريق جو بايدن؟ نعم بالضبط أخي الأستاذ يحيى، هذا ما حذر منه بايدن يوم أمس، وقال إنه عدم التنسيق بين فريق بايدن وفريق ترامب هذا سيزيد من عدد الوفيات في أمريكا، خاصة في ظل هذه الجائحة، في ظل جائحة كورونا. والآن في أمريكا كما تعلم أن الآن عدد الإصابات تصل إلى أرقام قياسية لم تحدث في التاريخ. فهنا جاء بايدن ليحدث الرئيس، ليتعاطى مع الوضع الحالي على الأقل للتعامل مع جائحة كورونا، لأن هناك كما قلت أن الكثير سوف يموت يعني بسبب تأخر الإدارة، بسبب تلكؤ
إدارة ترامب في العمل مع إدارة أو مع فريق بايدن، وفعلا هذا الذي سيحصل فعلا، يعني هذا ما يحدث وما يتحدث عنه المراقبين والخبراء والأطباء والمختصين بهذا الشيء، إن التأخير في نقل السلطة هذا سيسبب الكثير من الوفيات، طبعا ناهيك عن موضوع الكورونا، موضوع الاقتصاد وأمور أخرى سيتوقف. لكن وهذا بدوره توفيق جو بايدن بهذا التصريح، هل هو بشكل أو بآخر يقوم بتحميل دونالد ترامب المسؤولية فيما يتعلق بانعكاسات وآثار فيروس كورونا على الولايات المتحدة الأمريكية، مسألة أن يذكر الوفيات تحديدا؟ هل يريد أن يقول بأن ترامب يعيق العمل وبالتالي ما يجري من آثار على الأرض ومزيد من الموتى يوميا في الولايات المتحدة يحمل دونالد ترامب المسؤولية هنا؟ نعم بالتأكيد، هو بالضبط هو يريد أن يحمل المسؤولية لترامب. هو طبعا هذه ليست المرة الأولى، طبعا هو حمل المسؤولية بسبب يعني عدم تعامله مع جائحة كورونا بالطريقة الصح. هو ليست يعني جديدا، فهو اتهمه من بداية كورونا، من بداية شهر 3 و4 و5 وحتى هذه اللحظة، وكانت كل التهم توجه إلى إدارة ترامب بسبب عدم تعاطيها مع جائحة كورونا بالطريقة التي هي بالطريقة الصح. فنتج عن ذلك أن الكثير أعداد الموتى وصلت إلى أكثر فوق 250 ألف أمريكي، أيضا هناك عدد الإصابات وصلت يعني أعداد قياسية. فهذا هو الذي، فالاتهامات هذه ليست جديدة، والآن يعني يتحدث وبكل صراحة يعني يقول للرئيس أنه أي وقت إحنا إذا تأخرنا عن العمل على نقل السلطات هذا سيزيد وسيكون أنت وسيكون الإدارة ترامب هي السبب في أي وفيات ستكون في المستقبل القريب. فمن يعني هو يريد أن يحمل المسؤولية لترامب، لأنه ترامب حتى الآن ما زال غير متعاون، غير يعني يعتبر أنه هو الفائز ولا يعترف ببايدن على أساس أنه هو الرئيس المنتخب. وما زال أيضا أستاذ توفيق يحاول استغلال الأشهر الأخيرة أو 60 يوم الأخيرة في ولايته دونالد ترامب، حتى أنه جرى الحديث في اليومين الأخيرين عن احتمالية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وكذلك من العراق، وحديث كثير عن استفسار دونالد ترامب عن ضرب منشأة نووية تابعة لإيران أو داخل الأراضي الإيرانية، وبالتالي هذا كله في حال حصل هل يدخل في خانة أيضا إعاقة جو بايدن وعدم التسليم بالشكل السلس لفريق جو بايدن، أم ربما لأسباب أخرى؟ شوف، فينا ننظر هلا يعني الأمر لشغلتين، يعني فينا ننظرها إلى الأمر بطريقتين. الطريقة الأولى إنه أول شيء يريد أن يضع العراقيل أمام إدارة بايدن، لأنه إذا دخل في حرب مع إيران وأنا أستبعد ذلك، قد تكون هناك من الصعب جدا أن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني اللي كان فيه، اللي اتفقوا عليه في 2015 في عهد أوباما لما كان أيضا بايدن هو نائب للرئيس. فهي الرئيس، فبايدن يريد العودة إلى ما كان قبل ترامب للعودة، فبكون من الصعب إنه هذه تعتبر عراقيل، هذا إن صح. الأمر الآخر هو طبعا هو خلال حملته الانتخابية، خلال الحملة الانتخابية وعد بسحب الجنود الأمريكان من المنطقة في جميع مناطق التوتر خاصة في أفغانستان، وكان هناك في عدة لقاءات بين مسؤولين أمريكان وحركة طالبان في قطر، وكانت هناك اتفاقية بال 2021 يكون سحب القوات، جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، وأيضا الحديث عن تخفيض عدد الجنود من 4500 إلى 2500، وكذلك الأمر 2500 في العراق، وأيضا السحاب من الصومال، هناك يتحدثون عن 7000 جندي، فيريد تخفيض، يريد هذا ما وعد فيه من خلال حملته الانتخابية. فيريد أن يعني قبل أن يخرج من السلطة يريد أن يعيد هؤلاء، يريد أن يوفي
بوعوده التي يعني قام بها وعد فيها المواطن الأمريكي. فهذا نعم. أما بالنسبة يعني عودة إلى الملف الإيراني، أيضا يعني هو أيضا هناك ضغوطات تقع على 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 ترامب من إسرائيل ومن دول خليجية أيضا منها السعودية، التي يعني الآن ضغوطات على الرئيس ويحرضوه على شن حرب على إيران. نعم. أنا أعتقد أن ترامب لن يقدم على هذه الخطوة، كون هذه الخطوة خاصة نعم يعني تكون القوات الأمريكية في بغداد تعرضت لهجوم كان كبيرا بالأمس على المنطقة الخضراء، وهو أمر سنناقشه بعد الفاصل. لكن قبل ذلك أشكرك جزيلا أستاذ توفيق طعمة، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب.